ديتي قالت لي حطي بذر الكتان على الحلبة. اي يا حبيبة قلبي، هنحط بذر الكتان على الحلبة وهتحل لنا مشكلة كبيرة اوي يا حبيبة قلبي. طبعا عارفين بذر الكتان مع الحلبة بتطول الشعر وبتخلي الشعر في منتهى الجمال، بس مش هنحطهم بس، هنحطوا حاجات تانية ومكونات تانية جميلة. وتعالوا نصلي على رسول الله كده يا حبايبي عشان نكسب الثواب مع بعض. هنجيب كده حلة كده او كسرولة ونحط فيها معلقتين ثلاثة من الارز، وهنخليها ساعة لما الرز يبوش خالص يا حبايب قلبي في المية العادية خالص. هنجيب حلة حلوة كده، هنحط معلقتين ثلاثة من الحلبة على معلقتين ثلاثة من بذر الكتان على معلقتين ثلاثة من الروز ماري. وريت تقولوا لي يا حبايب قلبي بتتابعوني من انهي دولة، واهلا وسهلا بالجميع، وطبعا متشرفين ومنوريني في القناة بتاعتي يا حبيبة قلبي. كده خلاص حطينا كده مج مية، وهنولع عليها على نار هادية خالص علشان انا مش عاوزة المية تنشف في المحتوى الجميل ده. كده خلاص حطينا كده الرز في المية، المية العادية كده اكتر من ربع ساعة. كده خلاص الرز باش كده وزاد، هنولع عليها على النار برضو يا حبايبي على نار هادية خالص لغاية الرز ما يتهري خالص ويستوي سوا جميل. انا عاوزاه الرز يستوي قوي قوي يا حبايبي. كده الرز خلاص استوى كده يا حبيبة قلبي، يا اما تضربيه بالهاند برندر يا اما تضربيه في الخلاط، انا عاوزاه ينعم خالص يبقى زي الكريمة كده يا حبايبي. كده ضربناه وخليناه زي الكريمة. تعالي بقى نجيب المحتوى الجميل. طبعا ريحة الرز ماري مش مخلية ريحة الحلبة حاجة خالص، وطبعا المية تقيلة قوي. طبعا انتوا عارفين بذر الكتان طبعا بيخلي المكون بتاعه زي الجيلي كده. هنحط المكونات دي كلها على الارز كده ونقلبه تقليبه حلوه كده. خلاص قلبناها وظبطناها، هنحط معلقه حلوه يا اما من زيت الزيتون يا اما من جوز الهند. كده حطينا معلقه من جوز الهند وهنقلبها تقليبه حلوه. تعالى اقول لكم بقى على الفايده العظيمه يا حبايب قلبي، ده بروتين طبيعي يا بنات بيخلي الشعر جميل جميل، بيطول الشعر وبينعم الشعر وبيخليه مكثف بطريقه غير طبيعيه. هنحطوه مرتين في الاسبوع، وتعالى اقول لكم بتحطوه ازاي يا حبايبي. تمسكي الشعريه كده من اولها لاخرها تمليه من المكون الجميل والمحتوى الجميل ده، ده حمام كريم تحفه تحفه يا بنات. هنحطوه قبل ما ناخد الشاور كده بساعه، البسي كيسه يا حبيبه قلبي يا ام بني، وتخليه ساعه في شعرك. كل ما تكتريه في شعرك وتغيبيه في شعرك كل ما هيديكي نتيجة احسن وافضل. كده خلاص حطناها ساعة او اكتر من ساعة، تخشي بقى الحمام كده وانت بتاخدي الشاور تشطفي شعرك بمية فترة يا حبيبتي. عاوزة تغسلي بالشامبو ماشي، مش عاوزة تغسلي برضك هيخلي شعرك بيلمع وجميل وطويل. تعملي وتتهني طبعا في الشير واللايك والاشتراك، وربنا يديمكم في حياتي.